جاءنا من الديوان الملكي ما يلي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد ال خليفه رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلاله القائد الاعلى للقوات المسلحه تغمد الله الفقيد بوسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون